في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة، وهي مسألة مهمة، فإن ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة، مثل ما ذكر قيام الناس، الحوض، الميزان، الصحف، الحساب، العرض، القراءة، تطاير الصحف، الكتاب، وهذه أشياء متنوعة، الصراط، الظلمة، أشياء متنوعة، فكيف ترتيبها؟ الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم، ويخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم. فإذا طال المقام رفع الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد عليه الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته، ثم يقوم الناس مقاما طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، في أن يعجل الله جل وعلا حساب الخلائق. في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له يا محمد، ويصفون له الحال، وأن يقي الناس شدة بسرعة الحساب، فيقول عليه الصلاة والسلام بعد طلبهم يشفع لنا عند ربك، يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها الله جل وعلا عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيكون تكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض، عرض الأعمال، ثم بعد العرض يكون حساب، وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، والحساب الأول من ضمن العرض لأنه جدال فيه جدال ومعاذير، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشماله، فيكون قراءة الكتاب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. ثم بعدها يكون الوزن، الميزان، فتوزن الأشياء التي ذكرنا. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، يعني بمعنى الأزواج بمعنى كل شكل إلى شكله، وتقام الألوية، ألوية الأنبياء، لواء محمد عليه الصلاة والسلام ولواء إبراهيم، لواء موسى إلى آخر، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم، كل شكل إلى شكله. والظالمون والكفرة أيضا يحشرون أزواجا، يعني متشابهين، كما قال أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم. فيحشر العلماء، يحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ويحشر منكر البعث مع منكر البعث، ويحشر منكر الرسالة، وهكذا في أصناف. ثم بعد هذا
يضرب الله جل وعلا الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون. ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى الآيات، فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتحافتون في النار، يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط ويسأل الله جل وعلا له ولأمته، فيقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فيمر عليه الصلاة والسلام وتمر أمته على الصراط، كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله، فيمضي من غفر الله جل وعلا له ويبقى في النار، يسقط في النار طبقة الموحدين من شاء الله جل وعلا أن يعذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة، يعني في الساحات التي أعدها الله جل وعلا لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأمة، فقراء المهاجرين فقراء الأنصار إلى آخره، ثم فقراء الأمة، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من سخطه والنار. اللهم لقنا حجتنا في القبور، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وتحاسبه حسابا يسيرا يا أكرم الأكرمين. أسأل الله جل جلاله لي ولكم ولأحبابنا جميعا ولمن له حق علينا المغفرة والرضوان، وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والمغفرة والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.